هناك واحد اجى للنبي صلى الله عليه واله، كان يطوف بامه بالكعبه، حامل امه ويطوف بها بالكعبه. فقال للنبي صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله انا وفيت حق امي، انا جاي اطوف بها بالكعبه وحتى انظفها وحتى الي منها الغائط ومشاكل ذلك من الامور الاخرى، هل انا وفيتها حقها؟ قال له ابدا، لم تفها حقها ولا زفره من زفراتها. يعلل النبي صلى الله عليه واله، يقول له امك كانت تفعل ذلك معك لما كنت انت صغير، كانت تفعل ذلك معك وهي مستبشره فرحه، بينما انت تعمل هذا معها وانت تتمنى موتها. يعني انت حتى لو تسوي هذا الشيء لها مثل ما سوته لك، لكن انت بالتالي شنو تتمنى؟ ان تموت وترحل وتفتك من امك، لكن امك كانت شنو؟ فرحه مستبشره. الامام سلام الله عليه يقول حملت كل ذلك، كل هذا حملته وهي شنو؟ فرحه مستبشره.